والنبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، غير أنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، خلافا لبعض المسلمين اليوم. بعض المسلمين اليوم من أحلم الناس إذا انتهكت محارم الله، يقع الشرك أمام عينيه وهو ما شاء الله تبارك أبرد من الثلج، يعصى الله أمامه وهو أبرد من الثلج، لكن لو خدشت سيارته لأصبح كالأسد. وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. نعم.